تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة تستمر فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 وحتى 27 من شهر أبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرق والتي نظمت على هامش البطولة العربية العسكرية الفروسية حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة والأردن بالمركز الثاني بنتيجة 122.5 نقطة والعراق بالمركز الثالث بنتيجة 102 نقطة فيما أسفرت نتائج فردي السيف عن فوز اللاعب أسامة لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة 42 نقطة وفي المركز الثاني اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة 37.5 نقطة وجاء في المركز الثالث اللاعب راني هاملت الخواص من مصر بنتيجة 36 نقطة.